انعقاد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعتبر حدثا بالغ الأهمية لبلادنا التي تعتز باحتضان هذه التظاهرة المهمة للمرة الثانية بعد 30 سنة. وأتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة المملكة المغربية بعبارات الشكر والامتنان لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اختيارها المملكة المغربية لتنظيم الاجتماع السنوي 44 للمجموعة. فهذه التظاهرة التي تنعقد هذه السنة تحت شعار التحول في عالم سريع التغير نحو أهداف التنمية المستدامة، وتجمع أكثر من 2000 مشارك من 57 دولة من وزراء المالية ومسؤولين بارزين في القطاع العام والخاص وشركاء التنمية وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. هذه التظاهرة تعد مناسبة لتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين حول مختلف المواضيع المرتبطة برهان التحول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبلداننا الأعضاء في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وتتجلى أيضا أهمية التظاهرة في المواضيع المطروحة للنقاش في إطار الفعاليات الجانبية والتي تتمحور تطوير دور القطاع الخاص كرافعة لبلوغ أهداف التنمية والتغيرات الهيكلية المواكبة للاقتصاد الرقمي وغيرها من المواضيع ذات الطابع الشمولي وذات صلة بالمحور العام لهذا الاجتماع السنوي. ويتميز هذا الاجتماع ببداية تفعيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك التي ترتكز على سلاسل القيمة العالمية كأساس لتحديد استراتيجيات الشراكة مع الدول الأعضاء بناء على ميزاتها التنافسية تحت ريادة لمعالي رئيس مجموعة البنك. وفي هذا السياق فإنه يسعدني أن أنهي إلى علمكم أن المملكة المغربية تتوفر على المقومات اللازمة نظرا للمجهودات التي بذلتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في مختلف استراتيجياتها القطاعية وخاصة المتعلقة بالمهن الجديدة للمغرب التي تمكنها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يتلائم في الواقع مع النهج الجديد لاستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وكل هذا مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإن التوقيع المرتقب على اتفاقية الإطار بشأن استراتيجية الشراكة بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للفترة 2019-2022 تشكل إطارا لتعزيز التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال تطوير سلاسل القيم في القطاعات الاقتصادية بالمملكة المغربية وذات الأولوية في برامج الحكومة بغاية تحقيق تنمية شمولية يطلع فيها القطاع الخاص بدور أو بدور قاطع. وبهذا سيكون المغرب من أول المنخرطين في هذه الرؤية الجديدة لمجموع البنك القائمة على تعزيز الأثر الانمائي والابتكار. ولن تفوتني هذه المناسبة دون أن أثمن مواكبة البنك الإسلامي للتنمية لجهود المملكة المغربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالمغرب يحتل المرتبة السادسة من حيث الاستفادة من إجمالي تمويلات البنك، وقد استفاد إلى غاية 2018 من حوالي 7 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية في قطاعات الطاقة والنقل والماء والتطهير والفلاحة وتسهيل التجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص ومساعدات فنية في شكل هبات
إضافة إلى استفادة المغرب من النشاط التأميني للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وإن إبرام اتفاقيات جديدة خلال هذا الاجتماع لدعم مشاريع إنمائية بهدف خلق أنشطة مدرة للدخل وتعزيز التنمية القروية في الأقاليم الشمالية وتقديم هبات لدعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتطوير التعليم الأساسي يعد خطوة إضافية لتقوية وتعزيز التعاون الثنائي المثمر بين مع البنك عبر التوقيع على عدد من الاتفاقيات. وفي الختام يسعدني أن أجدد الترحيب بكم في المملكة المغربية التي تتشرف باحتضان الاجتماع السنوي 44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لهذه السنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.